السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت ندير لكم جولة في اكسيو باش نشوفوا الجديد اللي داخل اليوم. واول حاجة لاحظتها جديدة هي هذا الباز، هو في الجهة نتاع الورود نتاع الباز. كاينه هذه عندها رجيلات نتاع الحديدة ربعة، كاين اللون الابيض، نشوف واش كاين فيها شيء الوان ولا فقط اللون الابيض. كيبان لي هنايا فقط اللون الابيض كما كتلاحظوا، ولكن الثمن باقي ما حطوش هنايا الاثمنه. ودخلوا حتى هذا الفاز، هذا راه هو نتاع الجاج. عنده هنايا هذا الغطاء نتاع الخشب، فيها الوريده الداخل تاع بلاستيك هكا. الثمن ديالو 3 أورو 99 سنت. دخلوا هذا الغيار او الخزانه اللي دايره بحال السلم، اللي فيها 4 نتاع الايطاجات. كاينين هادو جولي شويه كبارين على هادو، كاين فيهم جوج الالوان، كاين هاد اللون، كاين حتى اللون الابيض كما كتلاحظوا، لي الثمن ديالهم 7 أورو 95 سنت. ودخلوا حتى هاد الاغلفه اللي هما نتاع الوسادات، هادو اللي فيهم 45 على 45 سنتيم. كاين فيه الالوان البني، كاين الكري، كاين الاخضر الملكي، كاين غوص بيبي. شوفوا هذا راه هو غوص بيبي. هما الالوان اللي كاينين، الثمن ديالهم 1 أورو 99 سنت. وكاينين هادو، هذا التوب ديالهم تاع الموبرا، حتى هما فيهم 45 على 45 سنتيم. كاين فيه هذا اللون الاصفر، الكرونا، الكري، اللون الاسود، وكاين اللون الاخضر الملكي. الثمن ديالهم 1 أورو 99 سنت حتى هما. ودخلوا هادو، قلت لكم هادو كل مره كيجيبوهم، ولكن كل مره بشكل مختلف، على شكل الورق نتاع الشجر. كاين فيه اللون الاسود، اللون الذهبي، واللون الفضي. الثمن ديالو 3 أورو 49 سنت. واما الحاجه اللي جابوها جديده اليوم اللي هي رائعه، هي هذه الطاوله اللي فيها جوج ايطاجات، هي كامله نتاع الحديده كما كتلاحظوا هكا، في الصالون وفي الدخله نتاع الدار، في اي بلاصه غادي تجي راه فيها المرايه لداخل. فهادو هادو كاملين المرايات، الثمن ديالها 24 أورو 95 سنت. اللي فيها هاد البلاصه 42 سنتيم وفي هاد البلاصه 65 سنتيم. صراحه عجبتني. وجابوا اليوم هادو هاد السواني، شوفوا السواني كيجيو السواني تقليدي بحال نتاع المغرب، كما كتشوفوا دوك السواني اللي عندنا حنايا في المغرب، خصوصا في الريستورات في المقاهي كيحطوهم مع براد. خص دابا غير يدخلوا البراد نتاع المغرب، الكيسان كيجيبوهم، خص غير البراد وصافي. هكا اللي كيكونوا فرديين، البراد صغير مع الكاس، رائع. شوفوا النقش اللي فيه، اولا تحطوا فيها الحلويات منا، صراحه رائعين. هكا صغيورين، جابوا فيهم دائريين، وجابوا فيهم حتى الشكل المربع. شوفوا حتى هذا براد، واحد البراد يكون صغيور نتاع واحد الكاس، وكاس نتاع الاتاي، غادي يجي رائع. حيت كانت عندي واحد المره كنت جبتها من المغرب، ما تصورتش شي نهار غادي نلقاها هنايا. هذه كتهز كيلو، الثمن ديالهم جد مناسب، 1 أورو 82 سنت. وكاينين حتى هاد الوسادات، كيجيو بحال هاد الطريقه، التوب ديالهم شويه سخيخل، كاين فيه اما هاد اللون او لا هذا، وكاين هاد اللون اللي فيهم 40 على 40 سنتيم، الثمن ديالهم 4 أورو 35 سنت. وكاينين حتى هاد الشميعات، حتى هادو جدادين اللي كيتلقوا الريحه، عندهم الكاش نتاع الجوج، كاين اللون الابيض الاسود، كاين هاد الغوز بيبي، الثمن ديالهم 3 أورو 49 سنت. وكاينين هاد الزربيه، هادي اللي هي خاصه نتاع الحمامات، ولكن كبيره، هادي كبيره بزاف كما كتشوفوا هنا، XXL، اللي فيها 70 على 120 سنتيم، وفيهم الالوان، كاين اما هاد اللون وكاين اللون الابيض، الثمن ديالو 9 أورو 95 سنت. وراه كاين هنايا حتى اللون الكري، حتى
دابا عاد بديت شفت حيت ما كانش في بلاصتو. وكاينين هادو حتى هادو راهو هادو ماشي فواط، هادو اللي كنحطوهم في حدا الدوش باش ما غاديش ملي كنكونوا كندوشوا الجيرات ديالنا كيكونوا في السكين باش ما غاديش نديروا التزحلق. كاين فيه اما اللون الابيض، كاين الغوز بيبي، كاين الاسود، كاين الازرق الداكن. فيهم 50 على 80 سنتيم، الثمن ديالو 4 أورو 29 سنت. ودخلوا الأغلفة نتاع الأفرشة نتاع السرير، هذا نتاع الشخص الواحد هكا نتاع الوليدات اللي فيه 135 على 200 سنتيم، والوسادة فيها 80 على 80 سنتيم. كيجي بحال هكا، هادو حطوهم في الغرفة نتاع البنيتات هاد الشكل. وكاين هذا، كاين هذا، هادو كاملين في الغرفة، الغرف نتاع الأطفال، حيت هاد العبار غير تاع الناموسية نتاع الأطفال. الثمن ديالو 7 أورو 95 سنت. وكاينين هاد الطاسات نتاع القهوة اللي مكتوب فيها القهوة باللغة الإنجليزية، جابوا فيها اللون الأبيض واللون الكخيل، وكاين اللون الأسود اللي الثمن ديالهم 65 سنت. كاينين هادو بوحدهم حتى هما فيهم لوتين نتاع القهوة، الثمن ديالهم 68 سنت. وأما في الجهة نتاع العطور لاحظت هذا جديد، هذا راهو سبراي فيه الجليتس يعني كيبري، كاين هكا اما باللون الفضي واما باللون الغوز. هادو هما الالوان اللي كاينين، الثمن ديالهم 1 أورو 99 سنت. وفي الجهه نتاع الاكسسوارات لاحظت جابوا المشاطي هادو اللي في الباكيه، فيهم جوج، كاين الكبيره والصغيره، كاين فيهم الالوان، كاين هكا الازرق، كاين الجري اللي الثمن ديالهم 1 أورو و19 سنت. وكاينين هادو حتى هادو مشاطي، هادو بوحدهم، هادو رطيبين، كاين فيهم اللون الاخضر، اللون الازرق، اللون الغوز، الثمن ديالهم 49 سنت. ودابا لاحظت حتى الاكسسوارات نتاع الحفل الزفاف، هادو كنت وريتها لكم في الجولات اللي قبل، لاحظت داروا واحدة جديده، ولاحظت واحد الحاجه داروا خزانه بوحدها نتاع الاحتفالات بالحفل الزفاف. الحاجه اللي بات لي جديده هنايا هما هادو، تقدروا هكا تعلقوهم ملي عنده المناسبه، كيجي فيه الخيط، الثمن ديالو 89 سنت. وجابوا اليوم هادو، هاد العلب راني كنت كنفتح وحده هنايا، هادي كيمشي فيها لي زيكوتور هكا كتكون، كاينه هكا نتاع هالو كيتي، كاينه هاتي هكا البنيتات الصغيورات اللي كيستعملوا هكا لي زيكوتور. هادو هما الالوان اللي كاينين، الثمن ديالهم 79 سنت. Thank you.